He's committing perjury, and not only that, a judge or a jury who believe him to be legitimate could pronounce somebody either guilty or not guilty based on his bogus testimony. قبل حوالي ثلاثة عقود وقف هذا الرجل في قاعة المحكمة لأول مرة أمام القاضي ليقول القسم الذي لا يجب على أحد أن يحنث به. أقسم كونه سيصبح خبيرا في الطب الشرعي في قاعة المحكمة ليفصل في الأدلة والبراهين التي تقدم أمامه بعدل وإنصاف ومساعدة القضاء وهيئة المحلفين في اتخاذ القرار المناسب وإعطاء كل ذي حق حقه. ولمدة 26 عاماً عمل هذا الرجل على أكثر من 700 قضية وأطنان من الأدلة بخبرة لا يمتلكها من الأساس. ابقوا معنا لنسمع سوياً إلى قصة جين موريسون، الرجل الذي ادعى أنه خبير في الطب الشرعي لمدة 26 عاماً تقريباً وخدع عدداً لا يحصى من الناس. يعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة وكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية. فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو الخبير المكلف بإبداء رأيه في القضية. فتخيل معي عزيزي المشاهد أن يتم توكيل مهمة بتلك الخطورة لشخص غير كفء أو شخص محتال لا يمتلك معرفة في هذا المجال من الأساس. بدأ الأمر كله عندما رأى جين موريس إعلاناً في إحدى الصحف بأنه يمكن شراء شهادات جامعية مزيفة. كان موقعاً على شبكة الإنترنت حيث يتعين على المرء أن يدفع فقط مقابل حصوله على الدرجة العلمية التي يريدها، وكان لدى المشتري أيضاً الإمكانيات لاختيار درجاته بنفسه. هنا خطرت لموريسون فكرة أن يصبح طبيباً في الطب الشرعي ومحققاً مزيفاً. حرص موريسون على الحصول على أفضل الدرجات في شهادته والتي استخرجها من جامعة روشفيل في الولايات المتحدة والتي لا وجود لها من الأساس. كان هدفه هذا ليس تحقيق حلم الطفولة أو إيجاد فرصة عمل محترمة له، بل كان يطمح أن يجعل العملاء الأثرياء يثقون به ثم يطلب منهم رسوماً إضافية مقابل جميع خدماته. تضمنت وثائقه درجة البكالوريوس في علوم الطب الشرعي ودرجة الماجستير الممتازة في تحقيق الطب الشرعي ودكتوراه في علم الجريمة. وعلى مر السنوات كان موريسون قد عمل في أكثر من 700 حالة اعتداء جنسي وحالات قتل وحوادث وسطو مسلح وجرائم مخدرات ووفيات، وأدلى بشهادته زوراً على علم لم يكن لديه حتى. لقد حصل على رشوة بأكثر من 2.5 مليون جنيه استرليني خلال هذه الأعوام. كتب تقاريراً وأدلى بشهاداته أمام المحكمة والشهود. لسنوات صدق الجميع معرفته وعلمه واعتبره الناس محققاً جنائياً حقيقياً. كان على الشرطة فيما بعد أن تحقق في جميع الحالات 700 تقريباً والتي عمل فيها موريسون بعدما تم كشف أمره. بدأ موريسون العمل في عام 1977. كان يعيش في منزل في منطقة هايد بالمملكة المتحدة. لقد خدع الناس ودفعوا له أكثر مما تستحق خدماته بالفعل، ولكي يقوم بإثقان الحبكة أكثر استعان بخدمات عالم جنائي حقيقي ليعمل معه، وكان يقدم أعمال ذلك الرجل على أنها أعماله هو، حتى أنه أسس شركة تسمى مكتب التحقيقات الجنائية والطب الشرعي حيث وظف عدداً من الأشخاص ووسع نشاطاته. إذن كيف تم الإيقاع بهذا الرجل الداهية؟ وكيف تم كشف سره؟ في أحد القضايا التي عمل عليها كانت هناك عائلة حزينة ويائسة لمعرفة ملابسات وفاة ابنهم، وقد كلفوا موريسون بالتحقيق في الأمر لمعرفة ظروف الموت المفاجئ. ولكن على ما يبدو فإن عمل موريسون لم يكن مرضياً لتلك العائلة التي بدأت التحقيق في الأمر بنفسها، واكتشفوا حينها كل شيء عن موريسون. وأعقب هذا الاكتشاف مكالمة مسجلة لموريسون وهو يحاول التفاوض معهم. أدين موريسون في أكتوبر سنة 2009 بأكثر من 20 جريمة،
كانت محاكمته استمرت لمدة 4 أسابيع، وانتهت بأنه لم يقف فقط في طريق تنفيذ القانون من خلال الكذب بشأن مؤهلاته، بل حصل أيضا على ممتلكات وأموال عن طريق الخداع، وحكم عليه بالسجن مع إمكانية إطلاق السراح المشروط في عام 2017. بالطبع تظن بأن أمر موريسون انتهى عند هذا الحد، فقد تم الإيقاع به والحكم عليه، ولكن أنت مخطئ، هناك المزيد من جرائم هذا الرجل اللعين. بعد إدانته خرجت العديد من الفتيات الشجاعات بقصصهن عن العنف الجنسي وكيف تعرضن للاعتداء الجنسي على يد موريسون عندما كنا قاصرات لا حول لهن ولا قوة. لقد تطلب الأمر شجاعة كبيرة من هذه الفتيات للاعتراف بما حدث لهن، حتى أنهن كن خائفات من أن يؤذيهن موريسون عقب خروجه من السجن على اعترافاتهن هذا. خرجت فتاتان على وجه التحديد ليخبرن العالم بقصتيهما. أولاهما كانت ناتاشا نيلد، كانت الفتاة البالغة من العمر الآن 27 عاما، خائفة من أن خروج موريسون من السجن بعد انقضاء مدته سيلقي بظلاله على حياتها بالخوف واليأس الذي لطالما حاولت نسيانه. لقد تعرضت للاعتداء الجنسي على يد جين موريسون عندئذ كان عمرها 11 عاما فقط، واعترفت بما حدث لها علنا أمام الجميع في العام 2016. تم تشخيص ناتاشا بإصابتها باضطراب ما بعد الصدمة، وكانت تعاني من الكوابيس طوال حياتها. قالت إنها عاشت على مسكنات الآلام والتوتر لأن ما أصابها في هذه السن المبكرة لم يتركها إطلاقا. أما عن الضحية الثانية التي قدمت إفادتها وخرجت عن صمتها، فقد كانت فتاة تدعى هولي فيتون. في عام 2016 أيضا خرجت هولي بقصتها عن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له على يد موريسون لسنوات عندما كانت طفلة صغيرة، واستمدت قوتها من ناتاشا عندما نشرت قصتها معه. قالت هولي إن موريسون اكتسب ثقة عائلتها عندما كانت في 5 من عمرها، كونه كان طبيبا شرعي ومحل ثقة للعديد من الناس، كانوا يتركون هولي معه ليراقبها أثناء غيابهم ويرعاها. بدأ موريسون الاعتداء عليها وهي في 7 من عمرها ولمدة 2 سنين، حتى بدأت تصاب بالصدمة وتتصرف بغرابة في كل مرة تتواجد معه في نفس المكان. أمضت هولي فيتون 8 سنوات في مركز للرعاية، وتحسنت حالتها قليلا بعدها. أعطاها خبر إدانة موريسون الأمل والإرادة في بدء حياة جديدة. في 15 أكتوبر سنة 2009 أدين جين موريسون بما يقرب من 13 تهمة جنسية تتعلق بالأطفال، بما في ذلك 3 تهم اغتصاب، و6 تهم بالاعتداء، و4 تهم بالتورط في أنشطة جنسية متعلقة بالأطفال، كما أدين ب19 تهمة أخرى تتعلق بزعزعة العدالة الاجتماعية وارتكاب جرائم لما يقرب من 3 عقود. والآن عزيزي المتابع، أخبرنا عن رأيك في هذه القصة الغريبة. أعني كيف يمكن لرجل واحد أن يخدع النظام القضائي ونظام الشرطة والمحامين والمتهمين وعوائلهم بهذه الطريقة لما يقرب من 30 عاما؟ أمر صعب بالتأكيد، ولكن ربما كان هذا بسبب ذكائه الحاد. ربما يكون مجرما، ولكن لا يجب أن نتجاهل ذكاءه الفذ. أخبرنا عن رأيك في التعليقات أدناه. إلى اللقاء مع قصة أخرى.